يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إمامة من يلحن في الآيات في الفاتحة فيقلب الذال إلى زاي في صراط الذين أنعمت عليهم، يقلب الذال إلى زاي صراط الذين، يقول الذين بالزاي. فما يصلح، ما يصلح يقرأ باللهجة العامية، ما يقرأ باللهجة العامية في لهجة مصر ولا لهجة فلان، ما يقرأ باللهجات، يقرأ بالعربية التي نزل بها القرآن باللسان العربي. والذي لا يحسن ذلك لا يأتم بالناس، لا يكون إماما. نعم.